يقول: أصابتني جنابة قبل أن أنام، فنويت أن أقوم قبل الفجر وأغتسل، فاستيقظت قبل صلاة الفجر فاغتسلت وأنا ناسيا أن علي جنابة، فعند الصلاة تذكرت بأنني لم أجدد النية، فهل فعلي صحيح وما حكم صلاتي؟ نعم، إذا كنت اغتسلت للتنظف أو للتبرد وقت الفجر ولم تنوي الجنابة فالجنابة باقية عليك وصلاتك غير صحيحة، فتغتسل عن الجنابة بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تغتسل عن الجنابة بنية رفع الحدث ورفع الجنابة وتعيد الصلاة التي صليتها.